حتى 2012 من 2012 تغيرت فما تصير دائما مؤتمرات وانتخابات وانتخبوا عباد اخرين. علاش نقول انا وين 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 الاتحاد قبيله كي عبرت حتى على نقولوا راهو الاتحاد ما نجمش يكون رئيس ولا عبد اذا كان مش المجموعه دز خاطر ما هو الا ما هو الا خليني نقول تعاونيه ما هو الا وداديه في الاخر طلع ما هو الا جمعيه لا هي نقابيه لا هي حتى شيء. بعد اكتشفنا احنا بالقوانين التونسيه اللي نجمنا نعاونوا به لو مينيموم اللي هو حكايه بدون فارغه برشا على خاطر حضورهم كان في لجان يعملوا اتحاد باش يحضروا هيئه من الاتحاد في لجنه الدعم في لجنه التوزيع فقط. اما هذايا علاش؟ قول لي وين توا هو؟ قول لك على خاطر توا انا بدي سالت نفس السؤال وخا نجاوب الجواب اللي ما عادش فما اتحاد لانه فات مرحله الانتخابات نتاعو والمؤتمر نتاعو معناتها يلزموا تحيينه مره اخرى يتلموا هو كلمه الحلان هي ما نخيروهاش على خاطر هو قانون الجمعيات يعني يدخل في قانون الجمعيات اذا كان يزيد يتواصل عامين اخرين ما عادش يولي موجود لازم تعاود تحل جمعيه جديده بعد عامين يتحل معناتها ما هو قانونيا قانونيا هذاك قانونيا تصير مراسلات من وزاره من الولايه وكل الاشياء كيف هذوك وانا خساره نقول وينه بالحق معناتها وينه على خاطر انا عشت فيه وتمنيت كون نقدموا فيه نقدموا به وفيه محدود الامكانيات ومثالش خليني نقول كذبه كبيره واضح هذه اجابتك بكل صراحه كذبه كبيره على خاطرها جعل لاشياء اخرى